لليوم وصلنا لفقرتنا الأخيرة، ومع الفقرة الطبية رح نحكي عن كيف نميز الألم الخاص بمفصل الورك عن الآلام الأخرى بمناطق الورك، وهل يوجد أعراض مرافقة لهي الأوجاع، ما هي أبرز آلام الورك. أكيد رح نحكي عنه أكثر مع الدكتور خالد نمورة. صباح الخير دكتور، صباح أهلا الخير. وسهلا صباح فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح بالبداية خير. يمكن دائما بنخاف او بيكون في عندنا تخوف دائما من مشاكل والام مفصل الورك، لانه بنعرف اثاره الصحيه على الجسم، لانه بتعتبر هي القاعده الاساسيه للجسم. اليوم خلينا نحكي بدايه الام مفاصل الورك، كيف فينا ننتبه لها؟ يعني كيف فينا نقول فعلا في مشكله بمفصل الورك، هيدا الالم منشأه؟ قبل ما نحكي عن مفصل الورك حنحكي شوي على تشريح الورك. شو هو مفصل الورك؟ مفصل الورك عباره عن جوف مع كرة. الجوف هو بنسميه الجوف الحقي الموجود ضمن جدار الحوض، والكرة اللي هي عبارة عن رأس الفخذ. هذا الرأس له شكل نصف كروي تماما، بيتصل مع عنق الفخذ اللي هن هدول بيشكلوا لي المفصل. هلا عند الأطفال اللي في جزء بيفصل رأس المفصل عن عنق الفخذ اللي هي مشاشة النمو المسؤولة عن النمو الطولي عند الأطفال. هذا المفصل له هندسة خاصة، له بنية تشريحية خاصة، له زوايا خاصة، له درجات انفتال خاصة. أي خلل بهالزوايا هي أو شكل العظم أو تطابق المفصل بتساوي لي اضطراب داخل مفصل الورك. بالإضافة أنه مفصل الورك له تروية كتير دقيقة جدا، أي كمان اضطراب ضمن التروية الشريانية لهالمفصل هاد بيساوي لي كمان مشاكل كتير مهمة بمفصل الورك حنحكي عليها. هلا بالنسبة لألم مفصل الورك، طبعا هو من الحالات اللي غالبا بتراجع الطبيب سواء بعيادته او بالمشفى. الم مفصل الورك يعني ممكن الم الحوض، ممكن يكون الالم خارج مفصل الورك، وممكن يكون الالم داخل مفصل الورك. في حالات معينه بتصيب مفصل الورك بتعطيني الم، هذا الالم له صفات محدده، غالبا بيكون بالمنطقه الاماميه من الفخذ. المريض بيجي حاطط ايده على فخده، بنسميها علامة سي، بيكون الإبهام نحو الأمام والأصابع نحو الخلف بهالطريقة هي. هون بدل على أنه الألم موجود داخل مفصل الورك. هلا الألم خارج مفصل الورك إما تكون ألام جانبية أو ألام خلفية. بعض الحالات اللي بتصيب مفصل الورك من الداخل ممكن تعطيني ألم بنسميه ألم مخاتل أو مخادع، انه في مشكله بالورك بس المريض عم يشكي بالالم بالخلف او عم يشكي على الجانب. وخاصه في حالات محدده اللي بنحكي عليها هي مثلا داء بيرتز او انزلاق مشاشه راس الفخذ. توضع الالم بالنسبه لهالنقطه هي كثير مهم لتفريق الحالات عن بعضها البعض. هذا الالم احيانا له انتشار محدد، ممكن ينتشر للسطح الامامي للفخذ باللفات داخل المفصليه، او ممكن ينتشر للخلف، او ممكن ينتشر حتى الركبه خاصة عند اليافعين. يعني بتلاقي بيجي المريض لعنا انه عم يشكي من ركبته رغم انه ركبته سليمة بس المشكلة بالورك. في شيء اسمه الألم الانعكاسي. الألم الانعكاسي اما بيجي بشكل خلفي من العمود الفقري او المفاصل العجوزية الحرقوفية اللي بالحوض، او بيجيني انعكاسي من ألم الركبة او مشاكل بالساق او القدم عند الأطفال. الطفل بتلاقيه بيجيني بألم بهالنقطة هي. نعم. هلا الألم هذا ممكن يترافق مع أعراض محددة بتساعدنا بالتوجيه. إما بيكون عندي عرج، الطفل جاي بألم مع عرج، يبوسة، تحدد بالحركة، أحيانا بيشعر بطقطقة إنه أنا عم بمشي في طقطقة، هي بتدل على حالات محددة. وممكن يجيني بأعراض عامة سواء حرارة عامة أو تهيج أو صراخ، هي بتدل غالبا على أفات إنتانية. هلا ممكن نحكي بعد بشكل. نعم دكتور، يمكن حكينا عن أبرز الأعراض يلي بتصير، ولكن السؤال هون مين أكثر بينصاب فيه، السيدات أو الرجال؟ وممكن هو يتعالج بطريقة دوائية، تغيير نمط حياتي، معالجة فيزيائية، بعيدا عن العمل الجراحي؟ هلا بالنسبة للحالات اللي ممكن تصيب الرجال أو النساء، أكثر النساء صح؟ النساء أكثر؟ لا، في حالات لا، يعني مثلا أنه داء بيرتز ممكن يصيب الذكور أكثر من الإناث. داء بيرتز اللي ممكن نحكي عليه هو عبارة عن نخرة لا وعائية بتصيب رأس الفخذ، بس العظم ما بيوصل لمرحلة التموت، بمر بعدة مراحل.
بيرجع العظم بشكل حاله بيتقولب بس بصير تشوه بمفصل الورك. مثلا انزلاق المشاش كمان بصير عند الذكور، خاصة الذكور الكبار أو يلي عندهم بنية ضخمة. في أمراض معينة بصير عند النساء، مثلا عسر التصنع التطوري أو سابقا اللي مسميها خلع الورك الولادي، هي غالبا بصيب البنات الأطفال أو بمراحل متقدمة لأسباب محددة بتصيب النساء أكثر. طيب دكتور، خلينا نحكي عن آلام مفصل الورك عند الأطفال. دائما في تخوف عند الأهالي من مشكلة آلام المفصل عند الأطفال، خصوصا الورك. يعني دائما نسمع مثلا خلع ورك ولادي، أو بأول 5 سنوات الأولى للطفل عنده مشكلة بالورك أو مفصل الورك. خلينا نحكي عن هي الأسباب والألم كيف بيكون، لأنه الطفل أساسا ما بيقدر كتير يعبر. تمام. هلأ الآلام الورك عند الأطفال إما تكون آلام خارج مفصلية، لما يكون ألم راجع منعكس مثل ما حكينا أنه إصابات بالركبة أو الساق أو القدم، آفات محددة بتعطيني انعكاس الورك، أو عندي الانقلاعات المشاشية اللي غالباً بتصير عند الأطفال المراهقين نتيجة أنه العظم بيكون ضعيف شوي، العضلات عم بتكون قوية أكثر، أثناء حركات مجهدة بتلاقي العضلة بتشد العظم بصير عندي الكسور الانقلاعية هاي. هلأ بالنسبة للأطفال الصغار في شيء اسمه الكسور الجهدية، العظم بيكون ضعيف، الطفل بيكون نشيط جدا، عنده حركات محدده، طريقه الحركه تبعه، العظم لساته ما نو قوي، ممكن يصير عندي كسور جهديه اما بعنق الفخذ، وغالبا هذا بصير غالبا بعمر 6 سنوات، او كسور جهديه بالساق، او كسور جهديه بالشظيه او على الزنبور. في شيء كمان الالم اللي عند الاطفال الصغار بدنا ننتبه له هو الفتق الاربي. هي حالة جراحة عامة طبعا، بس انه لازم نتأكد نحن كل فتق إربي عن طفل لازم نستقصي مفصل الورك، لانه ممكن حالات محددة تترافق مع مشاكل خاصة بالورك بتترافق مع النقطة هاي. هي بالولادة ولا بيكون طفل اكبر؟ الفتق الإربي، الفتق الإربي لا، ممكن يجي ولادة، ممكن يجي بعد الولادة نتيجة ضغط معين، ترهل عضلات الى اخره بهالنقطة هاي. هلا في عنا الافات داخل المفصليه اللي ضمن مفصل الورك اللي حكينا عنه بالذات، عندي التهاب المفصل القيحي وعندي زاد العظم النقي، هدول بيعطوني اعراض علامات عامه، سواء حراره، الطفل متهيج ما بيقدر يحرك رجله، بنسمي انه هذا الشلل الكاذب، ما غير قادر انه تمسكي له رجله حتى تلمسي له اياها وهو عم يصرخ، وهي غالبا بتصير بعمر السنوات القليله، بعمر 2 او عند الكبار شوي بتصير بعمر بين 15 ل 16 سنه. هذا الموضوع كثير مهم عند الاطفال الصغار، لانه في ترويه خاصه براس الفخذ، اي انتان بهالمنطقه هي ممكن ينتقل للمفصل، يكون زاد عظمه نقي، التهاب بالعظم مثلا بصير التهاب مفصل قيحي، وهي حالات عند الاطفال الصغار جدا يجب تداخل عليها مباشره خلال 24 ساعه، والا بتعطيني انعكاس اكثر، بتخرب راس الفخذ، ممكن يضطرب النمو، ممكن يصير عندي مشاكل معينه، وهي نحن اللي بنحكي فيها هلا بالجراحه المحافظه الورك. انه الالام الثانيه عندي داء برتز اللي حكينا عليه، هو نخره براس الفخذ، غالبا بصيب الاطفال بين 3 سنوات ل من 4 سنوات ل 8 سنوات، عندي انزلاق راس المشاش هو اللي بيتبدل، بصير عند الأطفال بين 10 سنوات ل 16 سنة، إذا صار هذا هي المشكلة بالذات عند الأطفال تحت 10 سنوات أو فوق 16 سنة لازم نستقصي الغدد، إنه ممكن تكون آفة غدية أو ممكن يكون عندي قصور كلية مزمن. نعم دكتور، بس خلينا نرجع للحديث عن العلاج اللي سألتك اياه من شوي، انه دائما نحن عنا بنوصل للعمل الجراحي، ولا ممكن يكون في علاج فيزيائي او ادوية ممكن هي شوي تخفف الآلام، ولا خلص في شفاء كامل؟ هلا نحن حسب الحالة، يعني مثلا التهاب اكيد حسب الحالة، بس في شفاء كامل اذا كان في بعض الاوجاع، اذا دخلنا في حالات بتعطينا شفاء كامل. أوكي. مثلا التهاب الغشاء الذليل العابر بصير عند الاطفال بين عمر 3 سنوات 9 سنوات نتيجه حركه معدده، مش كده الوجع ما بي يعني المريض ما بيقدر يحدد لك ايمت الوجع بلش عنده، يمكن وجع اسفل الظهر، وجع شوي هيك فايتين ببعضه هذا الوجع. لا مشان هيك عم نحكي ميزنا انه الم الورك بيعطيني الم بالامام الفخذ او جانب الفخذ، غالبا هي بتدل على انه مشكله في الم الورك. الالام الثانيه الانعكاسيه اكيد في علامات ثانيه للظهر او ما شابه ذلك. هلا في حالات محدده اذا دخلنا عليها جراحيا بالمرحله باكره،
بتعطيني نتائج احسن. الالم بيزول، تحسن الحركه او حركه المفصل بتلاقيها تحسنت، وبيمنع شيء تطوره اللي فيما بعد انه يتخرب المفصل ونوصل لالتهاب مفصل تنكسي يلي هو بالعمر المتقدم غالبا، بس بعمر الشباب ممكن يتخرب المفصل، وبالتالي ما عندي حل نهائي غير هو تركيب مفصل ورك. وذكرت نقطه اكيد بالختام بدنا نرجع نذكرها، هي الكشف المبكر. يعني لما نشعر بالم لازم نتوجه للطبيب، لانه الثقافه العامه نوصل لحده الالم ليكون اخر خيار بالنسبه لنا للطبيب، هون بيساعد على شفاء الحاله بشكل كامل. نتشكرك دكتور اكيد على وجودك معنا، نتمنى لك يا رب هيك السنة القادمة تكون سنة خير عليك وينعاد عليك بالخير والصحة. ميرسي كتير لك دكتور. كتير أمل هون مشاهدينا ونور منكم، وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. أكيد بدنا نتمنى لكم نهاية عام يروح معه كل الوجع، ونبدأ عام جديد أبيض وقلوب الكل يكون فيها حب ويخف الوجع عن الكل. إن شاء الله سنة مباركة، سنة حلوة عليكم، على كل أهالينا بكل المحافظات السورية، سنة حلوة عليك وعلى عائلتك يا نور الحين. عاد عليك يا ليا وعلى عائلتك وعلى كل الناس بالخير والصحة. بنتمنى سنة تحمل الخير والبركة والسلام لقلوب كل الناس، نتمنى تكون سنة انفراجات على كل الناس وعلى بلدنا الحبيب سوريا. والختام أكيد تحيتنا بنعايد رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم للشباب. رحلتنا الصباحية خلصت، إلى اللقاء. باي باي.